نوجة. أنا تهت ولا إيه؟ تهتي إيه إنتي وصلتي؟ ده أنا بقالي ساعتين بحضر لك الأكل الحلو ده، يا رب يعجبك. شموع وورد وكفتة وريش. هو يا راجل تكون ناوي تطلقني. أطلقك؟ أنا أطلقك؟ حد يطلق قلبه؟ حد يطلق عقله؟ حد يطلق، بص أنا هغنيها لك. حد يطلق قلبه؟ حد يطلق عقله؟ حد لخص يا سمير. والله لو ما قلت في إيه نروح أقعد عند نوسة. نوسة؟ بعد كل ده وتقولي لي نوسة؟ ما أنا مش هستحمل كتير. ده أنت يا راجل حتى يوم الدخلة ما عملتليش كده. غلطان. غلطان وبصلح غلطتي يا نوبتي. بصي أنا هعمل نفسي بعرفك من جديد واتجوزك من جديد. الله ربنا يستر. أنا ليه كده بس؟ يلا ناكل لقمة عشان تقولي الأكل حلو ولا؟ ولا مش عارفة ليه كده قلبي حاسس إن أنت هتسميني النهاردة. أنا أسمك؟ صدق أنا زعلت منك. سيبك بقى أنت خلاص ما دام أنت مش متأكدة، آكل أنا وأسيب لك منامك. ما صدقت ولا إيه؟ ده ريش. يلا بس يلا بسم الله. خد يا حبيبي. يا حبيبتي يا نوبة. جايبها منين الريش دي؟ من عند بتاع الريش. كل الو؟ انا بيجو يا باشا. انا عارف انك انت زفت. في حاجه حصلت؟ لا يا باشا، بس العربيه عطلت على الطريق مني يا باشا. البضاعه جرالها حاجه؟ انت قلة؟ البضاعه جرالها حاجه؟ لا يا باشا، البضاعه تمام وزي الفل. حدد موقعك ومسافه السكه هيبقى عندك. حلو قوي ده. هنا بقى انت طلعت مرسيدس مش بيجو. لا اهدى اهدى، اي حركه ورحمه هم فرتك نطوفك ده. اهدى كده يا جرب عشان الزغلول الكبير زمانه جاي قدامي. يلا قدامي. يلا قدام. شايف جوز اختك؟ الساعه بقت واحده والبيت لسه ما فتحش. هيجيب ضرافه انا عارف. ما فتحش شقه اربعه يا نوسه. ليه ماشي احسن؟ احسن ليه يا نوسه؟ مش عارفه يا اخي، ما كنتش متحل. العيال دي وشها مش بتوع الزمان. ايه اللي يخليهم يجوا يدفعوا ايجار غالي كده في شقه زي دي؟ وانت ايه مشكلتك يعني؟ عيال مستقيمه لا يمين ولا شمال. الموضوع كله الواد ابوه معاه قرشين ومسكنه في الزمالك. انت ايه مالك يعني؟ ولا حاجه يا اخويا، على الله بس ما يجيبناش من وراهم مشاكل. بيجو ولا بيجو؟ بيجو! فين انا بيجو؟ يا اهلا يا كبير. عامر؟ عمك عامر. هو انت مفكر يا جبر ان حد ممكن يعلم على عامر الفرعون من غير ما يتعلم عليه ويزعل كمان؟ انا عامر فرعون الطريق يا جبر. 7000 سنه صياعه تجيب لي واد زي ده؟ تجيب لي عيل خانكه؟ لا، ولقيته ونضفته وبتشيله بضاعه كمان. يا قلبك القاعد يا اخي. ولو انت قريب سألني كده يا جبوره ما كانش حد غلب. معلش يا بجو، انت عارف بقى الشغلانه دي عايزه رجاله، مش اي حد يشتغلها. لما انت تشتغلها تبقى لمت. الحكايه مش عايزه عيال يمدوا ايدهم على سيادهم. ايه يا جبور؟ هتقول حاجه؟ معلش معلش. عارف فين كده يا عامر؟ كده كده ايه بس؟ هو في احسن من كده؟ جوه كونتينر في صحراء في الفضاء الخارجي، يعني محدش هيسمع صوتك لو صرخت سنتين. مش هفوتها لك يا عامر، مش هفوتها لك. لا هتفوتها، هتفوتها يا جبر. مش بمزاجك، غصب. متنساش ان انا اللي عملتك يا عامر. دراعي اللي عملني يا جبر. انا محدش عملني. وانت اللي بدات بقله القصر وغتتني. انا بقى بديها لك في وشك. انا ورايا ناس كتير يا عامر وانت عارف. وراك ناس كتير؟ طب كويس قوي. عشان ينتشروا بقى ويقعدوا يدوروا عليك في كل حته. وفي الاخر مش هيلاقوك. اقول لك فكني يا عامر. لا يا جبر. طب فكني
هديلك نصيبك في البضاعة. بضاعة؟ فكرتني بالبضاعة. يا سلام، انت قصدك البضاعة دي؟ لا دي خلاص اتصدرت يا حلو. هوديها لأسامة ليه؟ عشان يعرف انه كان مشغل معاه شوية خنافس. عامر، ما توديش نفسك في سكندرية. ما تهددنيش يا جاب، انت عارف ان انا ما تهددش. انتوا لعبوش قوي كده، مش هقتلكم. انا هسيبكم هنا في الصحراء بقى والديان بتتصرف معاكم. سلام. عامر، عامر، عامر. عامر ايه بقى؟ عامر، انت شفت حاجة لسه؟ عامر، عامر، عامر. سلام يا حلو. عامر، عامر. خد يا حبيبي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عندك العيب يا رب. أنا من بكرة هحط إيدي على المحل. ماليش فيه، أنت تبرشط زي ما أنت عايز. أنا بعت لك وخدت نص الفلوس، وآخد النص التاني لما تاخد بقية الدكان. في حاجة كده عايز أقولها لك، قلقان شوية بس عايز أقولها. يعني أنت بتكره مراتك وإخواتها ليه مع إنهم ناس طيبين أوي يا حبيبي؟ انت بتقول كده ليه؟ بيني وبينك انا عارفك من زمان، من ايام الكتكات، كنت واد صايع وماليش لازمه. ساعة ما اتجوزت البيت بقيت معلم وصنايعي. حكايه ايه؟ طب ما تخليك في حالك يا معلم. ما يعلمش القلوب الا رب القلوب. الناس دي مصوا دمي وسرقوا شبابي. وانا كبرت لهم الدكان وعملت له زبون، هم بقى عملوا ايه؟ سرقوني، اتهموني بالسرقه. عايزني بقى استنى لحد ما يحبسوني ولا يطردوني. المعلم اللي بره غير اللي جوه. ما تحكمش على حد ما تعرفوش. والله يا ابني معاك حق، دعي الخلق للخالق. طب الاذن. مع السلامة يا اخويا. مع السلامة. بيع ارضك، بيع ودك، شوف الشاري مين. يا عامر، يا ربي وين معقول يكون؟ سمير، يا سمير، سمير، راح فين ده؟ سمير،